اول حاجه بغيت نقول لكم ما ديوهاش الشعكه كتي حيت ديما فاش كيخسروا ديال لي بوكل كنقنع الجب بهم بحال هكا فهو ما تديوهاش فيهم ديوها غير في الهضره اللي غادي نقول لكم. بونجور نو بونا سيرا بين فينوتين الميا كانالي بين فينوتين الميو فيديو فمي كيامو مريم اوجي باليما بارلا ايطاليانو انسيامي. اهلا اصدقاء، كنتمنى نلقاكم الفيديو ديالنا في احسن الاحوال. اولا كنبغي نرحب بزاف بالناس اللي انضموا لينا جداد، مرحبا بكم في القناه. اليوم اول فيديو لكم معنا، والناس اللي معنا من شحال هذه شكرا 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 لكم على الدعم. كنتمنى هذا الفيديو حتى هو يكون فيه استفاده لكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكتشفوا كيفاش طرق او عده طرق اللي نقدروا نقولوا بها تشاو من غير تشاو. تشاو هي اول كلمه كنتعلموها ملي كنبغيو نتعلموا الايطاليه او لا ملي كنجيو الإيطالية كنتعلموا تشاو، ولكن المشكل فين كاين؟ ان ديك تشاو كتلصق هنا وكنبقى نقولوا غير تشاو 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 تشاو. وكنساو ان كاين بزاف ديال الطرق باش اننا نحييو الناس او سالوتاري لا جينتي بلا ما نبقى نقولوا غير تشاو تشاو تشاو. واليوم ان شاء الله غادي نكتشفوا كيفاش نقدروا نلقيو التحيه على الناس بطرق مختلفه. كيف كنعرفوا كاملين بالمثال اللي كيقول لكل مقام مقال، وانا غادي نقول لكم لكل شخص وزمان تحيته الخاصه. واول حاجه خصنا نعرفوا هي نفرقوا ما بين جوج ديال الحوايج اللي هما انفورمالي فورمالي. بمعنى انفورمالي اللي هما في الحالات العاديه، يعني ما بيننا وما بين الاشخاص اللي بيننا وبينهم علاقه وطيده، علاقه قريبه، مثلا الاصدقاء، العائله، والاشخاص المقربين لنا، الابناء او الاباء او الزوج او الزوجة او الاخت او الصديقة، الاشخاص اللي قرابين لينا بزاف والاشخاص اللي عندنا بهم علاقة. فورمالي هما اللي كيكونوا ما بيننا وما بين اشخاص اللي بيننا وبينهم مسافة او اول مرة غادي نتعرفوا عليهم. مثلا ملي كنمشي لسبيدالي، مثلا ملي كنمشي كويستورا، مثلا ملي كنمشي كوموني، مثلا ملي كنمشي اي اوفيتشو كيف ما بغى يكون، اي بلاصه كنتلاقاو فيها بناس اللي ما بيننا وبينهم حتى شي علاقه. ربما يكون مثلا رب العمل ديالكم، اشخاص اللي مازال يلا تعرفنا عليهم في الخدمه، بزاف د الحوايج بحال هكا. المهم انهم اشخاص اللي كنعرف اللي بيننا وبينهم مسافه او اول مره غادي نتعرفوا عليهم. بطبيعه الحال ما كنهضروش معاهم كيف حال اللي كنهضروا مع كاع الناس اللي قرابين لينا، هادي متفقين عليها. هاد الفيديو غادي نتعرفوا على تري مودي دي سالوتاري، البريمو مودو اي الكلاسيكو تشاو، يعني التشاو او السلام العاديه اللي متعارف عليها او الاكثر شيوعا او الاكثر استعمالا، اللي هي اول كلمه اللي معروفه تشاو. تشاو هي السلام، تشاو ما كنستعملوهاش جميع الحالات. تشاو هي طريقه للتحيه ولكن فقط ما بيننا وما بين الاشخاص اللي قرابين لينا، اميتشي بارنتي مادري بادري فاميليا، بحال هاد الحوايج. يعني كنقدروا اننا نقولوا لهم تشاو. تشاو بمعنى السلام، وتشاو كنقدروا نستعملوها كذلك حتى للتوديع بمعنى الى اللقاء، اريفيديرتشي بتشاو، يعني على حسب الكونتيست اللي جات فيه، على حسب المنحه، على حسب سياق الكلام، على حسب الزمان فين تقال. هذه ساليناها. التحيه الاخرى اللي متعارف عليها اللي هي سالفي سالفي سالفي، غتعوض لينا تشاو، ولكن فين؟ ان اوفيتشو، ان اوسبيدالي، ان كوموني، بزاف د الحوايج. مثلا في مع ناس اللي غادي نعرفوهم بير لا بريما فولتا، اشخاص اللي غادي نتعرفوا عليهم اول مره، اللي ما عندناش معاهم علاقه وطيده او علاقه قريبه، كنقولوا لهم سالفي. سالفي هنا كتعني حتى هي السلام بحال تشاو، ولكن تشاو مع الاصدقاء والمقربون، وسالفي مع الاشخاص اللي بيننا وبينهم مسافه وما عندناش معاهم علاقه وطيده. سالفي كنستعملوها لالقاء التحيه كيف ما نقدروا نستعملوها للتوديع كومي اريفيديرتشي، يعني الا دخلتي شي اوفيتشو مثلا تقدر تقول سالفي، ومني تبغي تمشي تقدر تقول كذلك سالفي. تعرفنا هنا على جوج ديال الكلمات اللي كنستعملوهم في التحيه الكلاسيكيه او المتعارف عليها اللي كتستعمل بزاف بزاف. دابا غادي نتعرفوا على السيكوندو مودو دي سالوتاري اللي هما سالوتي ريلاتيفي ال مومينتو دي لا جورناتا، يعني تحيه اللي مرتبطه بالزمان والوقت من اليوم ديالنا، بزمان او وقت محدد.
سهلة مهلة. كومي بونجورنو، بونجورنو بمعنى صباح الخير. الكلمة هذه كنقولوها في الصباح باينة، بونجورنو يعني كنقولوها في الصباح، كنقدروا ندخلوا لشي بلاصة ونقولوا بونجورنو. نقدروا كذلك حتى نستعملوها للتوديع منين بغيو نخرجوا من هذاك لوفيتشو كيف ما بغى يكون، ونقولوا بونجورنو بحال بحال، بحالها بحال سالفي بحال تشاو، كتستعمل لإلقاء التحية وللتوديع. والكلمة الثانية اللي هي بون بوميريتشو، بون بوميريتشو هذه الكلمة هذه نقدروا نستعملوها من وراء منتصف النهار، دوبو ميزو جورنو، نقدروا نستعملوا بون بوميريتشو عوض بون جورنو. كمعلومة صغيرة نقدروا في هذه الوقيتة هذيك نستعملوا حتى بون جورنو الا ما بغيناش نستعملوا بون بوميريتشو، يعني بون جورنو كتبقى صالحة حتى من وراء الميزو جورنو. ونقدروا نستعملوا بون بوميريتشو اللي هي عادية وكتعني الوقيتة ديالها، وحتى هي نقدروا نستعملوها للتوديع بمعنى ان تتمنى لشخص ما مساء سعيد وانت تغادر، بون بوميريتشو. وثالث تحية اللي كنستعملوها في هذا النوع من القاء التحية اللي مرتبط بالزمن او مرتبط بوقت معين من النهار اللي هي بونا سيرا، بونا سيرا كنستعملوها دو بولي سيدي تشيتشيركا، يعني من مورا الربعة العشية كنبداو نستعملوا بونا سيرا، ربعة العشية خمسة العشية، من وراء ربعة العشية كتولي بونا سيرا إنون بيو بون بوميريتشو، يعني كتولي بونا سيرا صالحة أكثر من بون بوميريتشو. نشوفو دابا ألتري مودي دي سالوتاري أو سالوتي سوبليمنتاري، يعني أنواع أخرى من إلقاء التحية. وأول كلمة اللي هي برونتو، برونتو per rispondere al telefono diciamo pronto. Perché pronto? Pronto كتعني سعيد كتعني جاهز أو مستعد، برونتو مستعد بالفرنسية بري بالإنجليزية ready برونتو. علاش برونتو؟ برونتو كنستعملوها هنا بحال إلا كتقول هذاك الشخص اللي كيهضر معاك في التليفون برونتو اد اسكولتارتي، يعني انا مستعد لسماعك برونتو اد اسكولتارتي، ولكن ما كنقولوش ديك اد اسكولتارتي، برونتو اي سيمبليتشمنتي برونتو كتجي سهله. ونقدروا كذلك نستعملوها وحنا كنهضروا في التليفون باش نسولوا داك الشخص اللي كيهضر معنا واش هو مستعد انه يسمع لينا، واش كيسمع لينا. مثلا شويه كتكون كتهضر مع شي شخص شويه كيتقطع الصوت ديالو وكتسولو برونتو برونتو سي برونتو، واش زعما انت كاين، واش حاضر، واش مستعد انك تسمعني. بير سالوتاري غروبو دي بيرسوني، حنا داخلين بغينا لشي بلاصه وفيها مجموعه من الاشخاص، خاصنا نلقيو على التحيه على دوك الاشخاص كاملين، ما غاديش نبقاو ندورو نسلم على كل واحد. في المغرب كنديرو المغرب كنسلمو على كل واحد، معليش ما غاديش نسلمو على كلشي، ولكن غادي نلقيو التحيه على الجميع. في الموضوع انفورمال في الحالات اللي غندخلو مثلا شي بلاصه فيها غير الاصدقاء ديالنا ولا شي بلاصه فيها غير العائله ديالنا، غادي نقولوا تشاو توتي، تشاو توتي، تشاو توتي، يعني السلام للجميع. ولكن اذا دخلنا لشي بلاصه اللي ما كنعرفو فيها حتى شي واحد وفيتشو مثلا، غادي نقولوا سالفي، سهله سالفي والصلاه على النبي، سالفي للجميع. per salutare qualcuno di appena conosciuto، شي واحد اللي يلاه تعرفنا عليه. مثلا تلاقيت انا شي حد فيكم قلت لك بونجورنو سون مريم مثلا، ما غاديش تقولي عاوتاني سالفي بونجورنو، نقدروا مثلا نختصروها ونقولوا بكل سهوله بياتشيري، بياتشيري سون مري سون فلانة مثلا، بياتشيري او بياتشيري دي كونوشيرتي. مثلا دخلتوا تعرفتوا على شي شخص اللي غادي يولي مثلا مثلا فرد من العائله ديالكم، فاش غادي تسلم عليه غادي يقول لك باللي هو ميكيامو شي حاجه سميتي فلان، غادي تجاوب بياتشيري دي كونوشيرتي. علاش كونوشيرتي؟ حيتاش غادي يولي من العائله ديالك، يعني ما غاديش يبقى بعيد عليك. ولكن الا كنا غادي نتعرفوا على شي حد مثلا مقابله عمل مثلا وقال لك سلم عليك وقال لك انا سميتي فلان، تقدر تقولي بياتشيري دي كونوشيرلا، كونوشيرلا هذه فورمالي كونوشيرلا، بياتشيري دي كونوشيرلا. والناس اللي غنعرفوهم يقدروا مثلا يوليهم عادي تولي بينا وبينهم علاقه، بياتشيري دي كونوشيرتي، او بكل سهوله بياتشيري وصافي، تسلم عليه تيقول لك فلان، كتقول بياتشيري مريم وصافي. هذه الطريقه ديال السلام. وغتعرفوا على الكلمه الرابعه اللي هي
incantato, incantato, incantato. Questa parola è utilizzata in modo informale per esprimere il grande piacere di incontrare qualcuno. يعني كنستعملوها باش نعبروا على الفرحة ديالنا، على السعادة ديالنا حيتاش تلاقينا شي شخص اللي قريب لينا، in modo informale اللي كنعرفوه مزيان، صديق لينا عندنا به علاقة وطيدة وتلاقينا معاه اما صدفة او كنا شحال هذه ما شفناش، فكنقولوا incantato. وخامس كلمة اللي غادي نتعرفوا عليها اللي هي benvenuto. benvenuto كنستعملوها باش نرحبوا بشخص ما بمثابة bienvenue او welcome بالانجليزية، welcome او bienvenue كنستعملوها لإلقاء التحية على شي شخص اللي جا عندنا مثلا للدار ديالنا. benvenuto الا كان واحد، اما الا كانوا اكثر من واحد، جوج او اكثر، تنقولوا benvenuti. benvenuti يعني مرحبا بكم. benvenuti كذلك كنقدروا نستعملوا بين arrivato. بين arrivato في عوض benvenuti، باش يكون عندنا هكا بزاف الكلمات اللي كنستعملوهم وكندخلوا راسنا بهم. كاين benvenuto e بين arrivato. بين arrivato حتى هي كتعني bienvenue، نفس سينونيم، نفس المعنى. وباش تقدر تجاوب واحد الشخص اللي قال لك بين arrivato او قال لك benvenuto، تقدر تقول ليه بين trovato، يعني انت فرحان حيتاش لقيتيه في الدار، فرحان حيتاش لقيتيه. يقدر يقول لك بين arrivato وتجاوب انت بين trovato. كانوا هادو هما بزاف ديال الطرق باش نقدروا نلقيو التحيه على الاشخاص، كذلك نقولوا لهم سلامه. نتمنى تكونوا استفدتوا منهم هاد الدرس خفيف ظريف على قلوبكم، اللي زي ما زال احسن غادي نزيدو نتعلمو اكثر كيفاش نتواصلو. غادي نحاول انني ندير درس ديال القواعد ودرس ديال التواصل باش ما تحسوش بالملل، باش تتعلموا كلمات جداد وجمل جداد، باش تقدروا انكم تهضروا وتعبروا في نفس الوقت، تعلموا قواعد اللي تقدروا يزيدوا ينفعكم اكثر، مثلا الصرف والتحويل ديال الافعال، تعرفوا على الافعال على شحال من حاجه. كنتمنى هذا الفيديو يكون استفدتوا منه ما تنساوش لي لايك والتعاليق ديالكم، قولوا لي واش الدرس كان سهل، وتبارطاجيو الفيديو مع اكبر عدد ممكن مع الاصدقاء باش تعمل افاده وباش نزيدوا القدام ان شاء الله، ونزيد نتشجع انني ندير لكم فيديوهات اكثر واكثر واكثر واكثر. غادي نقول لكم تشاباتو تيتي فيديو مو بريستو.